السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم بسبوسه بالكريمه، حضروها للعيد كتجي رائعه كتذوب في الفم. سهله، تبعوا معايا. اول حاجه غنحضروا القطر او السيرو، كنديروا كاسونس ديال السنيده مع كاس ديال الماء حتى تسخن، نحركوها ونضيفوا قطعه ديال الحامض غتغلي ونطفيو عليها ونخليوها تبرد. اناء كناخذوا جوج ديال البيضات بحراره المطبخ، نص كاس ديال السكر، ضربوهم مزيان وكنضيفوا لهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، كنضيفوا نص معلقه ديال الملح وكنحكوا القشور ديال الحامضه، كنزيدو كيس ديال الفانيليا، نخلطوا المكونات مزيان، ثم كنضيفوا جوج ديال الاكياس ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات، جوج ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه تقريبا رابعه، كنخلطوا الخليط مزيان، كنجيبوا المول ديالنا، من الاحسن يكون كبير، انا هذا شويه عندي صغير، كنوضعوه فقط نصف الخليط، كندخلوه الطيب على 200 درجه فقط واحد 20 دقيقه. كنوجدوا الكريمه، نسطروا ديال الحليب، 3 ديال المعالق كبار ديال النشا مايزينا، وجوج معالق كبار ديال السنيده، حركوهم مزيان، كنضيفوا لهم سكر فانيليا، غير كيعقادوا بحال هكا كنضيفوا 3 ديال الجبن مربع، ومن بعد كتضيفوا جوج ديال البيرلي طبيعي اولا زبادي يوناني تقريبا واحد 180 غرام، كنخلطوا مزيان وكنعاودوا نكبوها فوق البسبوسه وكندخلوها الفران، كنشعلوا فقط الفوق. الخليط اللي بقى لينا كيعقاد، كنضيفوا ليه شويه ديال الحليب باش نجريوه. الكريمه من بعد ما بقاتش كتلصق لينا في يدينا، كنوضعوا الجزء الاخير ديال البسبوسه وكندخلوها تحمر من الفوق، نخرجوها وهي سخونه والقطر كيكون بارد، وكنكبوها من الفوق باش كندهنوها مزيان. الاحسن تدخلوها الثلاجه حتى تمسك الكريمه ديالكم مزيان عاد باش يقطعوها، وزينوها باللي حبيتو.